حضرات السادة الركاب، نحن نمر بمنطقة بها بعض المطبات الهوائية، أرجو ربط الأحزمة. شكرا. الحزينة دي اخطر منطقه مطبات، لو عدينا منها على خير الباقي كله هيبقى بسيط. ربنا يستر. انا دايما اقول ربنا يستر لان معظم الحوادث بتحصل في المنطقه دي. عشان يكسب انتباه، ويا سلام بقى لو فيلم كوميدي عشان يفرغ الشحنه اللي جواه في الضحك. ما عندناش افلام كوميدي. انا عارف. بقول لكم نزلوني. انا مش عايز ده فيلم لطيف قوي. الله حاضر. اخر طياره وقعت في المنطقه دي من حوالي 4 شهور. تخيل ما قدروش يوصلوا للصندوق الاسود، اختفت تماما من ركبها. اختفت من ركبها تماما. يا جماعة استاذ هشام. اذا صح انا جاي في ميعادي مظبوط، هما دقيقتين بالظبط المريض اللي جوه يخرج وحضرتك تخش على طول. اتفضل استاذ هشام. ازيك يا هشام؟ اتفضل. ها اخبارنا ايه بقى النهارده؟ مفيش فايده يا دكتور، مش عارف اعمل ايه، انا حاسس ان حياتي بتنتهي. ليه بس التشاؤم ده يا راجل؟ احكي لي بس عملت ايه مع خطيبتك؟ ما قدرتش بصراحه، ان انا بخاف من الاماكن العاليه، حاسس ان صورتي قدامها هتتهز ويمكن تسيبني وتفسخ الخطوبه. حاولت اقنعها ان احنا ناخد شقه تانية، صممت انها تفضل في الشقه دي عشان الفيو بتاعها حلو. تصور يا دكتور الشقه في الدور ال15. طب اهدى. ال15 يا دكتور. بالراحه. اهدى بس يا هشام. اهدى. بص تعالى مدد هنا عشيز نوم واحكي لي كل حاجه بالراحه. بص يا هشام احنا عايزين نرجع لورا شويه. بس كده هنصدق الباب. لا مش قصدي، انا عايزك ترجع لورا ايام المدرسه، الذكريات، الرحلات،
زمان وانا صغير في المدرسه طلعنا رحله للقناطر، وكنا بنلعب كيك على العالي وكيك على الواطي. واحنا بنلعب كيك على العالي نطيت لفوق لفوق. لا لا لا، زي ما انت، انت هايل، كمل استرسل. لحد ما وقعت على دراعي واتكبس 3 شهور. من ساعتها ما بلعبش غير كيك على الواطي بس. كمل كمل. مره من 15 سنه كنا في الاسماعيليه بنلعب كوره، طرت في الهواء وجبت جون بدماغي. اصحابي قالوا لي ابو تريكه يا جامد، ابو تريكه يا جامد. بس ابو تريكه ما كانش لسه بيلعب من 15 سنه. نفسي يا فندم، ودي خطه علاجيه. حضرتك مش شفت المراتب؟ اه مش مصدقني؟ طب اسال المريض بنفسك. اسال مجنون ازاي يعني؟ حضرتك انا مش مجنون، انا عندي بس حاله كده. ايوه يا فندم، عنده فوبيا من الاماكن العاليه. نعم ايوه فوبيا، حاله فوبيا. اتفضل اتفضل يا شيخ، هنكمل الجلسه هنا. اعتبره شيز لونج. انتوا بتعملوا ايه؟ الموضوع ببساطه ان وانا صغير عمري ما طلعت الهرم ولا حتى ركبت جمل، ده انا بخاف اروح الملاهي. مفيش نقاش، حالة فوبيا باينة جدا. قوم من على المكتب. اقف عند انت وهو. تهدى. بطيب. انا معايا رقم قومي. انا الحقيقة ما معيش. طبعا. مسايكو بقى. شكرا يا فندم. شكرا. يلا مع السلامة. طب بالنسبة لي انا يا فندم. لا ساعتك بقى مشرفة. يا عسكري. يا دكتور. يا دكتور هي الجلسة التانية امتى ان شاء الله؟ موبايلات يا هشام. مع السلامة. يا دكتور خد الحجز يا عسكري. افتح الباب. الو يا دكتور فخري، اتأخرت ليه؟ هكون فين يعني؟ في التخشيبة. ارجوك 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 تعالى بسرعة. انت بتتكلم في المحمولة. انا اقفله بدل ما اجي ادغدغه على دماغك. مين هذا اللي بيتكلم في المحمول ده؟ الايراد الجديد يا معلم. الايراد الجديد كابتن عنكب. عنكب عنكب. سوري دكتور عمر. لا ازيك يا باشمهندس؟ انا بقى عنكب تخصص ناشئ، بس بيني وبينك عايز اسيب اكاده التخصص دي، عايز اتوسع يعني، عندي طموح. فيعني لو في مصلحه كده معاك كده ولا كده يعني. هو انت تهمتك ايه؟ تهمت ايه؟ جريمتك. جريمه ايه؟ الله، هو انت جاي هنا عشان تعمل مكالمه في التخشيبه؟ السبوبه اللي انت جيت عشانها، المقاوله، جيت هنا ليه؟ بص، هو الظابط اللي بره قال التسبب في زور المواطنين. وزعزعت شعورهم بالامان. فتتاخر على كده شويه. بالنسبه لحكايه الزعزعه مش مطمناني، بس ما تقلقش، هي من 6 اشهر لسنه يعني، مع دفع غرامه الزعزعه طبعا. عامة احنا اتشرفنا. موبايلي. ايه عامل ايه؟ انت افتكرت ان انا يعني؟ لا ده انا كنت عايز اسجل نمرتي. خد بقى عشان انا ما بعرفش اسجل. نمرتك كام؟ 010 012. ازاي يعني؟ مش شارك في الاثنين؟ مالك يا عم؟ صدق انت لذيذ قوي. الله يخليك. مروقه يعني. سلم لي على الراجل الكبير. راجل كبير مين؟ الدكتور فخري. ايه ده؟ مين حضرتك؟ انا دكتور عمر. دكتور عمر؟ ايوه، ودي الشهادات والجوائز اللي تثبت صحه كلامه. كلام مين؟ الدكتور عمر.
امال انت مين؟ انا دكتور عمر. يعني الحاجات دي بتاعتك انت؟ يو بقى الحاجات دي بتاعت الدكتور عمر. اسمك الثلاثي ايه؟ دكتور فخري سليمان عبد الهادي، نفسيه وعصبيه. امال ليه بتدعي انك دكتور عمر؟ انا ما ادعيتش، انا فعلا دكتور عمر. يا راجل انت فوق بقى فوق. انت شارك حاجه؟ كنت لسه هسال حضرتك نفس السؤال. هتقولي عمر شعبه من حجز؟ ودي شهاده دكتوراه وده ماجستير. المتهم يا فندم. طب روح انت. عمر بالحضن يا حبيبي. لا بلاش. ايه اخبار العياده؟ ايه الحمد لله كله تمام. وسعيد اللي بعته لك؟ انا مش عارف اودي جمالك فين. الحمد لله ان انت جيت يا دكتور. اطلع مين بقى الاستاذ ده؟ الدكتور فخري استاذي ودكتوري في الجامعه. وعلى فكره بقى يا باشا، هو بنفسه اللي جاي مني. ما انا شرحت لحضرتك ان انا جاي. حضرتك هتمضي التعهد ده من غير ما تقول لي انت مين؟ اصل الحكايه بسيطه، انا دكتور عمر، الدكتور فخري سليمان عبد الهادي. انت عملت ايه بالظبط؟ ايه اللي حصل؟ امضي التعهد. حاضر. كيس. يس. تعالى بقى اعزمك على الغدا بالنسبه لخروجك. السلام. طب ما تخليها عشاء. ماشي يا سيدي. العربيه فين؟ تصور مش فاكر ركنتها فين. هو انت جيت بيها اصلا؟ مش فاكر اصلا. يبقى ناخد تاكسي بقى وافتكر على مهنه. تاكسي. ما ينفعش تطبق الطريقه الحديثه دي بتاعتك هنا، هنا غير هناك. لا يا دكتور فخري، مش حالة عرضة هي اللي تخليني أبطل علاج ويجي لي إحباط. اخبار هبة اختك ايه يا عمر؟ زهقت، جالها احباط، ما استحملتش العيشه هنا فهاجرت. يا ترى ولادها في سنه كام دلوقت؟ مش فاكر. ما تاكل. ما انا باكل. في حاجة؟ ايه في ايه؟ الترابيزة اللي وراك ما تبصش فيها، واحدة بتسرق. بتسرق؟ ما تبصش. يلا بينا قوم. يلا. طب استنى بس تشوف ايه الحكاية. يلا بينا يا حمادة. يلا جميل. اوكي يلا. باي باي يا جماعة. باي باي. باي باي. ريم ما تنسوش العيد ميلاد بتاع داليا يوم الثلاث. اتفقتوا فين؟ هنا يعني على الساعة 10 كده. طب قالوا هات بقى نأكد على بعض. يلا. يلا ميدو الشمع هيسيح. مليون عيش فوق. يلا يا عم طارق. دهيله يا مدام. ما تندهيله يا منى. انا جوعت قوي يا ماما. يلا يا ميدو بقول لك الشمع هيسيح. مليون عيش فوق. كده؟ ذنبك على جنبك. يلا واحد اثنين ثلاثة. وبعدين بقى يا طارق كده ما ينفعش. شبع عيد بلاد ابني معرفش اطفيه. طب ليه ما حاولتش؟ انا مش قلت لك؟ ما انا قايل لك تعمل ايه في حاله زي دي. قوم قوم يا راجل قوم. حاولت بس خفت. ليه يا طارق؟ انت نسيت انك دخلت وسط النار وحاولت تطفيها بنفسك؟ ده لاني كنت السبب فيها. انا كنت عايز اعمل كوبايه شاي، ولعت السخان ورحت اجيب كوبايه، سلك السخان طلع منه شرارة شبطت في سفنج المصنع كله، وفي لحظة لقيت الدنيا كلها مولعة. حاولت أسيطر عليها ما قدرتش. النار فضلت تزيد تزيد تزيد. خفت أرمي نفسي فيها. ساعتها وأنا خايف
دكتور الحق النار بتاعت العماره بيولع العماره هتنزل فيها الناس كلها. لا 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 انزل ما تخافش دي فرصتك. تعالى ما تخافش تعالى بس تعالى ما تخافش ما تخافش يلا يلا شوف الحريقة وانت كأنكم مفيش كلام. روح شوف الحاجة انت فيه دي حاول انت رايح فين تعال شوف حاجة لسه ليها هنا. انت فاضي الحريقة يا سعيد مش شغالة يا سعيد. ابدأ حرفية الحريق. شاف بالتخشيب يا ابني. اتفضل انت تعال اتفضل. ايوه بس انا من غير كلام اتفضل. سلام يا فندم. روحلي كده برضو يا عمر. انا اسف جدا يا دكتور فخري انا مش عارف اودي وش منك فين. دكتور فخري دكتور عمر مع السلامه. كان في اتنين معايا اللي هو المريض والممرض خرجوا علشان معاهم بطايق. رقم قومي برضه. شيل اظن كده انت اقتنعت ان الاسلوب اللي اتعلمته بره ما ينفعش هنا. كفايه البهدله اللي احنا بهدلناها. عمر اوعدني انك تنسى الاسلوب ده خالص وان النهارده تبتدي من جديد. النهارده النهارده ايه التلات ليه؟ انا عندي معاد مهم قوي الساعه 10. استنى يا عمر هوصلك. انا نسيت عربيتي فين تاني. استنى يا عمر. ها دول شكلنا راجعين هنا تاني. بيستهبل تلاقيه كان بيعكسها. لا لا ريم فهميني ايه البني ادم ده بيقوله. انا مش حراميه ما تصدقوش ده كذاب. لا حراميه بأمرت علبه الباودر اللي سرقتها من صاحبتك قبل كده. علبتي ضاعت مني من كام يوم. يبقى هي اكيد اللي سرقت مفاتيحي اللي سالتكم عليها. ايوه ايوه وفرده الحرق كمان وانا اللي افتكرتها وقعت مني في الكوافير. ما ترد يا هانم. ايه اللي خليك تسرقي وانت اغنيه؟ باباكي مليونير وطنط نيار عندها اراضي عقارات وملايين. صدقني يا حماد انا ما سرقتش. انت اكيد اللي سرقتي الموبايل. انا ما سرقتش صدقني. كنت فاكرهم ضاعوا طلعت اهبل. اوعى حماد اديني فرصه انا ما سرقتش. والله يا حماد احمدي ربنا اني مش هبلغ عنك. حماد سريم سريم لا 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 احنا قلنا بلاش انفعال. يا ما قلتلك يا نيرة لازم نودي البنت تتعالج. مستحيل اي حاجه
حد كان ممكن يعرف وتبقى فضيحه. البنت مستقبلها يضيع. يا سلام، واللي احنا فيه ده مش فضيحه. اتفضلوا حضراتكم، تقدروا تشوفوها. اتفضل يا استاذ. استاذ الله اكبر، فين الراجل اللي جابها؟ استاذ مين؟ اتفضل حضرتك. كليبتومانيا يعني مريضه. ومالك فرحان قوي كده ليه؟ يعني ما طلعتش حراميه. لازم تعمل كشف دقيق تتاكد منه، ما تاخدش بالظواهر. ظواهر ايه يا دكتور؟ انا بقول لك انا سمعت ابوها وامها وهما بيتكلموا. مش يمكن ابوها وامها هما كمان حراميه؟ حراميه ايه يا دكتور؟ بقول لك دول ناس اغنياء جدا. وماله، معظم الاغنياء حراميه. المهم اعمل ايه انا دلوقتي في الكارثه اللي انا سببتها؟ ولا حاجه، ورد شيك واعتذار رقيق وشكرا. اطلع بره. حاضر حاضر، بس ما تنفعليش. مالكش دعوه بقى، اطلع بره. طب والورد؟ انت لو ما طلعتش بره انا همدي لك الامن. انا اسف، انا مش عارف اقولك ايه. انا مش عايز اسمع حاجه، اطلع بره. طب ممكن تديني تليفون خطيبك؟ انا هصلح الموضوع، انا هشرح له. انا مش عايزك تصلح حاجه، اطلع بره. طب بس اديني فرصه. الورد. ده انا دورت على حضرتك امبارح عشان اقول لك الانسه فائق. الاستاذ هو اللي جاب الانسه امبارح. اهلا يا ابني. اهلا. اهلا وسهلا. انا والد ريم. اهلا. ودي والدتها. أهلا. حضرتك وسهل. اكيد من صحابها. الحقيقه انا معلش اصل مستعجل قوي. ممكن اسيب لحضرتك الورد ده تديه لها؟ احنا كمان مستعجلين، زياره مش ممنوع. تعالى اطمن عليها واديه لها بنفسك. اتفضل. بس انا بصيت عليها، بس واضح كده انها لسه نايمه. لا يا فندم، الحمد لله صحيت من النوم، لسه دلوقتي مدياني جرس. اتفضل يا ابني. جايك. بقول لحضرتك ممكن اخد تليفون حماده؟ اصل اتمسح من عندي. والحقيقه امبارح هم الحقيقه خانقوا امبارح، بس خناقه عاديه يعني. الحمد لله. افندم؟ لا قصدي يعني الحمد لله انها حاجه عاديه يعني. ايه؟ مظبوط. نمره حماده اهي. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا. صباح الخير. الحمد لله ان انا اطمنت عليك. هسيبك بقى مع بابا وماما. ابن حلال قوي صاحبي ده. قوي وخجول. شكرا. مرضيش يقعد. ريم انت كويسه دلوقتي؟ انا الحمد لله. طب حبيبتي انا لازم امشي دلوقتي، عندي ميعاد بعد تلت ساعه. ياه، ده انا كمان عندي اجتماع الساعه 12 وما اقدرش اخره. يلا يا نيره. اوكي حبيبتي، I'll see you later. باي. تصوروا انا عايشه لوحدي بقالي 27 سنه، بالليل ما بعرفش اعمل ايه. لو كلمت محدش هيرد عليا، ما بضحكش. هضحك مع مين ولا على ايه؟ ببكي، بفضل ابكي لحد ما انام. انا خايفه لموت وانا لوحدي. الظهر مش انتي بس اللي لوحدك، انا كمان. انا عمتي منفصل ما عندهاش اولاد، كلنا خوفنا عليها من الوحده. فوجئنا انها كونت صداقات كتير قوي على الشات وبتقضي معاهم معظم الوقت. انا والدي جاله احساس الوحده بعد ما طلع معاش. الفراغ خلاه يحس بالوحده. في تبع الجلسات الجماعيه بتعمل ايه؟ عندك حق يا دكتور فخري، ده كلهم اتفعلوا وتجاوبوا مع بعض. لا ده لسه هتشوف النتيجه. كل مشكله وليها حل الا مشكلتي. تولع. ادي النتيجه. طب في النهاية عايزين نتعرف منه على توقعاته بنتيجة هذا اللقاء. ميت فيرجن إركانزني إن جديد الشبيل. متوقع الفوز لفريقي. عامة بنتمنى له كل التوفيق إن شاء الله النهاردة في هذه المباراة. شكرا يا ريم. لسه عندنا دقيقتين بعد الماتش. أدي حمادة أهو يا ستي، جبتهولك لغاية عندي. أظن كده بقى أنا عملت اللي عليا. أنا مش عايز أحس بالذنب أكتر من كده من ناحيتك. أرجوكي. انت ايه اللي جابك؟ ممكن تسمعيني؟ ريم اديني فرصه. والله وانت ما اديتنيش فرصه ليه؟
طب ممكن نقعد ونتكلم؟ كان نفسي تقف لحظه واحده ونتكلم. ريم جبلتك يا رمتها، وانت دلوقتي بره خالص، فاهم يعني ايه بره؟ بره بره بره. حبيب بابي قاعد لوحده بيفكر في ايه؟ ابدا يا بابي مفيش حاجه. شوف يا ريم، من غير ما ندخل ماما في الموضوع، انا ممكن اكلم حماده او مامته ونحاول. لا 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 لا، بالعكس يا بابي، انا حاسه ان كده احسن، يعني تجربه عدت. ايوه يا بنتي، بس الفتره اللي انتوا قعدتوها مع بعض كانت قليله قوي. افضل ما دام ما اتفقناش. يعني ما تقلقش عليا. خليك فيها يا حبيبتي. حاجة مختلفة، حاجة جامدة. تقصد يعني زي الحفلة الكبيرة اللي كان فيها البوني ام والبكرة لا يا دكتور، انت مش فاهمني، احنا عايزين ثورة السبعينات. بس انت قصدك على جيمي هاندريكس في الودستاك؟ يا دكتور لا، احنا عايزين حاجة نكسر بها الدنيا. اوكي اي جات ات. من المطر، اصل المطر فاجئني. اصل انا كنت في حفله واتخانقت فيها. ما ينفعش تتخانق مع حد، ما يصحش. كان لازم اتخانق لان في واحد عاكس بنت كانت قاعده جنبي. يعني انا لو كنت معاك وحد عاكسني كنت هتتخانق معاه؟ طبعا. ودي محتاجه انك تساليني. مساء الخير. و ده وال انت مستعجله كده ليه؟ انت عندك شغل تاني؟ طب عندك مشاوير؟ طب عندك مانع نتمشي شويه يعني؟ اوصلك لغايه عربيتك. عربيتي ايه؟ طب خلاص وصليني انت. يا سلام، اوصلك فين بقى؟ مش بعيد، لغايه العجله اللي هناك دي بتاعتي. عجله؟ عجله يعني اهي. وصلنا. انت في الشقه ليه؟ سايكل. ايه؟ مهندس بتسوق عجله؟ اصل انا كنت عايش بره،
وانت عارفه الاجانب بيحبوا العجل، يعني بيوفر وقت في الترافيك وبيزود المجهود. وكمان مفيش تلوث. اصل انا بصراحه ما تخيلتكش يعني تبقى مهندس. امال تخيلتيني ايه؟ يعني في شركه سياحه، في بنك. انت مهندس ايه بالظبط؟ انا طرق. وكباري وانفاق. بجد؟ وبتعمل ايه بالظبط بقى؟ انا بصمم. وفي عندي مهندسين بينفذوا. طب ايه التصميمات الكباري اللي انت عملتها بالظبط؟ المحور. ايه المحور؟ بس المحور ده بيحصل عليه حوادث كتير. معلش انت يعني تصميماتك يعني سرعه. معظم الحوادث اللي بتحصل على الكوبري حوادث سرعه. كلي بقى كلي. طب احكي لي بقى عن عيلتك. انا عايش لوحدي. والدتي ووالدي توفوا من زمان، وليا اخت وحيده اتجوزت بقالها 10 سنين، هاجرت سافرت نيوزيلندا، اتجوزت عندها بنتين، وانا مش متجوز ولا مرتبط. بس انا ما سالتكش. انا حسيت انك هتسال. لا لا لا، ما كنتش هسال. انا حبيت يعني اوفر عليك احتياطا يعني. بس انا ما كنتش هسال برضه. طب وانتي؟ انا وحيده ماليش اخوات، عايشه مع بابايا توفيق عبد العزيز رجل اعمال، ومامتي نيره الصرافي سيده اعمال. متهيألي انت شفتهم يعني ما لحقتش قوي. انا بقى شغلي حر، ما بشتغلش في شركه ولا وكاله. ممكن نقوم؟ قوي مثلك حساب لو سمحت. ممكن ثانية واحدة؟ في حاجة؟ في حاجة؟ لا، هيكون في ايه يعني؟ اتفضل. ايه ده؟ حاجة بسيطة يعني، الله يعوض عليك. بالون ده ولا ايه؟ يبقى تمدد على الكنبه وتفرج جسمك ريلاكس خالص. جرى يا دكتور فاخر؟ انت هتتعامل معايا على اني مريض ولا ايه؟ طبعا مريض. هو في حد سليم؟ انت قفلت العياده بتاعتك ليه؟
اصل المرضى كتروا قوي وكل الناس بقى عندها امراض نفسيه. الله، ما هو ده يخليك تشتغل اكتر مش تقفل. مشاكلهم بقت معقده جدا وامراضهم بقى ملهاش حل عندي لا بالادويه ولا بالجلسات. خلينا في مشكلتك، ايه الموضوع؟ انا بحب ريم. ريم مين؟ البنت اللي بتسرق؟ قصدك المريضه يا دكتور. اديك انت قلتها بنفسك. ازاي دكتور تحب مريضه؟ مش عارف، انا فجاه لقيت نفسي بحبها، بحب اشوفها، بحب اتكلم معاها. عارف اليوم كله كده بيبقى حلو والحياه بتبقى سهله. عارف يا دكتور فخري، وانا معاها بحس ان الدنيا دي مفيش فيها اي مشاكل. فوق يا دكتور، ما ينفعش، دي مريضه وواجبك انك تعالجها وبس. انا قلت لها ان انا مهندس. ازاي انا اعرف انك دكتور؟ ما انا دكتور يا راجل. انا قلت لها كده بس عشان خفت تحس ان انا هتعامل معاها لانها حاله. قولي بقى اعمل ايه؟ موضوع الحب ده تنساه خالص وتفتكر ان هي مريضه وانك دكتور وبس. لو مش هتقدر تعمل ده لازم تقطع علاقتك بيها وما تشوفهاش خالص. هي ما تمشيش ليه؟ يا ابني انت لسه ما خفتش. تعال 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 بس جنبي روح كده. يا ابني يا ابني لسه في جلسات جماعيه وتمرينات. يا دكتور انا خطيبتي، انا ساعات بحس اني عارفه العقده اللي عندي. انت بتوطي صوتك ليه؟ مش عارف، دي متعمده، متعمده تاخدني في الاماكن المرتفعه دي. حتى لسه جايبه عربيه من اللي عليهم دول وانا بهرب منها. انا خفت سيبني قبل ما اخف. انا بحبها. انت فين؟ انا كلمتك كتير ما بتردش عليا. معلش اصلي كنت مشغول بالحالات. حالات؟ تصميمات، تصميمات، ما هي حاله فنيه. طيب انا هعدي عليك دلوقتي. ايه؟ تعدي عليا؟ ايه مالك يا عمر، انت مش عايز تشوفني ولا ايه؟ لا لا ابدا، اصل المكتب مكركب، انت عارفه بقى تصميمات وسكتشات. لا 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 ولا يهمك. يلا قول لي العنوان فين. العنوان؟ يلا سعيد يلا بسرعه لما تيجي. اهلا وسهلا. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. اول مره اجي مكتب مودر. ثانك يو. اتفضل تفضل. ده سعيد المساعد بتاعي، يعني بيجيب لنا الاقلام والكراسات و ازيك يا سعيد؟ ازيك يا ست الكل؟ اعمل لنا اتنين عصير. ما عندناش عصير. طب انزل اي حاجه. حاضر حاضر. ودي اوضه المهندسين؟ لا ده المكان اللي بنستقبل فيه العملاء. اتفضل. هما بيقعدوا حوالين بعض كده؟ ليه؟ عشان تبادل الاراء والافكار والتصميمات وانت بقى مكتبك فين؟ مكتبي. اتفضل اتفضل. ها ايه رايك؟ لطيف قوي. ده بقى تصميم ايه ده؟ تصميم؟ ده مسقط افقي رأسي افقي. دي فيلا. فيلا؟
اصل شكلها غريب قوي، يعني انا كنت متخيلها مستشفى او اوتيل. اصل بص الاوض هنا كتيره قوي والمداخل كتيره، يعني دي مستشفى. صح مظبوط، مستشفى على كوبري 6 اكتوبر. في 6 اكتوبر. ما فيش حد هنا ولا ايه؟ شكل العياده اتغير كده ليه يا دكتور؟ هشام انت ايه اللي جابك؟ انت عندك معاد؟ هو انتوا غيرتوا العياده ولا ايه؟ الاستاذه ريم مترجمه فوري. هاي، اهلا وسهلا. الاستاذ هشام مهندس؟ مهندس؟ اه مهندس زميلنا في المكتب. خد بالك اصلها مريضه جديده. هو مفيش مهندسين هنا غيرك انت والبشمهندس هشام؟ شفت يا دكتور قالت ايه؟ لا في، بس اصلهم كلهم نزلوا المواقع. كلهم نزلوا المواقع. اه اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انما يا دكتور بالنسبه للتمارين هنعمل فيها ايه؟ تمارين ايه؟ اصل الدكتور باشمهندس شاطر جدا. ايه ده؟ انت واخد كمان الدكتوراه؟ اه دكتوراه في الهندسه. هيلي. انت بقى عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ في الكباري. اه لا لسه ما وصلتش لمرحله الكباري. انا يا دوبك بنط من الدور الاول. هشام بيحب يهزر على فكره بقى. هشام ده مهندس شاطر قوي، بيكلمك على تصميمات سكتشات. اوعى تكون شاركت عمر في المحور. محور دي باين عليها طرلالي خالص. الو مدام ماجي. ايوه مدام ماجي، انا قلت لحضرتك قبل كده. ايوه لما تحصل لك حاله زي دي طفي نور الاباجوره وولعيه لمده دقيقه او دقيقه ونص، هتلاقي نفسك. انا عايز اقول بس وصلت لحد فين؟ لا 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 دي باين عليها مخها ضارب خالص. عمر ده انا مجنون، ده كان عايز يرمي نفسه. لا لا هشام مجنون؟ لا 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 ده عيل جدا. لا لا بقول لك ايه، تعالى نروح في حته كده. هشام اهلا. ابوس ايدك ما تفضحنيش، اوعى تقول انك دكتور عمر. ده انا اللي ارجوك، اوعى تقول انها دكتور. مراتي. اهلا وسهلا. باشمهندس عمر صديق طارق. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ريم. اهلا اهلا. طارق مدير كبير في مصنع المراتب والاسفنج، صديقه من زمان زمان. تحب حضرتك نلم ترابيزه كمان؟ سهلا. خايفين نكون هنزعجكم؟ لا 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 ابدا. شور اتفضلوا. اهلا. يا ترى بيعملوا ايه هنا كويس؟ اصل احنا اول مره نيجي هنا. شوف الصدف السعيده، انا كمان اول مره. ما دام اول مره بقى سيبولي انا في بلوكم. ايه ده حازم حازم؟ انا اسفه معلش. اصل طارق عنده مشكله بسيطه، ما بيحبش حد يولع حاجه جنبه، شكل النار بيضايقه. للاسف كان بيروح لدكتور، ربنا يسامحه. معلش اصل احنا عندنا الطب النفسي صعب شويه. انا شخصيا لو عندي اي مرض احسن لي افضل بيه بدل ما ادخل في قصه العلاج النفسي. مش كل الدكاتره على فكره، في دكاتره كويسين. بلاش انت تقول كده، الدكتور بتاعي واضح انه ما بيفهمش حاجه خالص. انا اعرف دكتور كويس قوي وبيعالج بطريقه حديثه، ممكن ابقى اقول لك عليه. يا ريت. يبقى ميرسي قوي يا باشمهندس، هيعجبكم قوي. فعلا gerade folgen wir legale Operation. هنتابع دلوقتي عملية المرارة بالمنظار. Um die Blutwässer zu ärzten benutzen wir ein Thermoskalpel. وحنفسر المرارة بمشرط حراري لكي الشعيرات الدموية. Wir benutzen diese Methode, um keine Blutung zu bekommen. عشان ما تعملش نزيف داخلي. Skalpel bitte. Para tu orden.
هاي عمر، ازيك عامل ايه؟ عمر انا مش هقدر اخرج النهارده، انا تعبانه شويه. لا مفيش، بس يعني اليوم النهارده كان متعب قوي في الشغل. ده انا حتى كمان بفكر ان انا اروح بتاكسي عشان مش قادره اسوق. لا لا لا، تاكسي ايه؟ انا اللي هعدي عليك اوصلك. هتعدي عليا؟ انت فين بالظبط؟ اوكي هكون عندك على طول. ريم ايه مالك؟ ايه اللي حصل؟ لا ابدا مفيش حاجه، بس الشغل كان تقيل النهارده وحصل لي هبوط، وانا الحمد لله دلوقتي احسن. الحمد لله. طب هتقدري تيجي معايا على العجله اوصلك؟ لا لا لا، تعالى انت معايا العربيه، انت بتعرف تسوق؟ طبعا. باشمهندس عمر يا ماما، اتقابلنا قبل كده. اهلا اتفضل بليز فيل ات هوم. ثانك يو. اتفضل يا عمر. اهلا اهلا. هاي بابا. هاي. اهلا. مساء الخير. مساء الخير. الله، هو مش حضرتك اللي انقذت ريم قبل كده؟ ايوه فندم. باشمهندس عمر يا بابا. اهلا يا ابني. اهلا اهلا. شوف يا استاذ موقف، انا عايزك تعتبر نفسك كانك في بيتك بالظبط. وانت يا ريم مش هوصيك على الباشمهندس عمر، عايزك تقومي معاه بالواجب قوي. اوكي اتفضلي اتفضلي. مساء الخير. اتفضل يا عمر. لطيف قوي بابا. شوفي يا ماما. اهلا اهلا. وين اللي حصل في موضوع حميده؟ هاي لطيفه قوي مامي. لطيفه. ما فكرتش تزور اختك؟ طبعا فكرت، ورتبنا كتير ان احنا نتقابل. ده بس الحقيقه اجازاتنا يعني ما كانتش بتيجي مع بعض. اصل انت عارف موضوع الهجره ده صعب قوي، متهيألي هنا لو الواحد مخنوق ونزل الشارع ممكن يلاقي حد يعرفه، ممكن يشوف اصحابه. طب وايه بقى بالظبط اللي بيخليكي تتخنقي؟ مش عارف، ساعات كتير جدا بحس ان اليوم ممل، والشغل شبه بعضه، والخروج هو هو يعني. طب ما حاولتيش تغيري شكل يومك؟ ما هو انت ليه بتسالني زي الدكتور كده؟ وشويه شويه هتقولي مديدي على الشيزلونج ويعني انا. انت؟ انا باشمهندس. طب ما انا عارفه ان انت باشمهندس. قلت دكتور يعني. لا 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 عادي يعني، باشمهندس ودكتور واحد. هزار هزار. هي الفيلا دي مساحتها كام فدان؟ وقتها كان عندي 19 سنه، احساس غريب قوي اول مره احسه، كنت فرحانه وخايفه في نفس الوقت، فضلت طول عمري مكسوفه ومش عارفه اعمل ايه. في اماكن كتير لما بروحها ببقى محرج من طولي، في ناس كتير بيستخدموني بيقولوا لي عشان انت الطويل اللي فينا نزل دي حط دي. لا تعدي عليا فيها. لا لا مش هينفع، اصلي نازل الموقع حالا. بجد؟ طب فين؟ عند اني كوبري. ريم كانت سبيت ما تمشي افكم؟ يعيشكم معاك. طيب خلاص انا جايه، باي باي. يا ريم انا جماعه مش عارف. معلش يا جماعه انا مضطر امشي دلوقتي حالا، والدكتور فخري هيكمل معاكم جلسه. ايه دكتور عمر؟ على فين؟ انا مضطر امشي دلوقتي معلش، حاجه ضروريه جدا. استنى بس يا دكتور عمر اسمعني كويس، الناس اللي جوه دي قاعده معاها منين؟ فيزا دكتور فخري الموضوع غير ارجنت. دكتور فخري مش هوصيك على المرضى بتوعي. حاضر. طب يا جماعة احنا هننهي الجلسة النهاردة ونكمل الأسبوع الجاي في وجود الدكتور عمر إن شاء الله. على فكرة احنا ما كملناش كلامنا، تيجي نكمله في أي حتة تانية؟ إيه رأيك نتغدى سوا؟ شكلهم كده ناويين ينقلوه. ينقلوه يودوه فين؟ جنينة الحيوانات. متر 57 دي. يا دكتور يا عم. ايه يا عنكب؟ ايه المصلحه الجامده دي؟ بتفك راس الاسد. طب تنادي على الملأ قدام 70 مليون متفرج. طب ما تنسانيش لو فيها مصلحه. طيب الحق يا دكتور بانهم مبعث الاثار. عشان انا قلت لك عايز اتوسع. لم الحاجه وحصلني. خمسه خمسه دي يا بحرام. معرفوش.
عاملة ايه؟ كويسة. عيناك شكرا. انا دايما بمشي ورا مشاعري واحاسيسي، وامر احساسي الاول ما كذب عليا. وانتي؟ مش عارفه، انا اصلا الايام دي دماغي مش قادره تفكر، مشاعري متلخبطه شويه. سيبيها تتلخبط براحتها، تتلخبط تتجنن تعمل اللي هي عايزاه. ايه ده؟ النضاره فين؟ دوري عليها بالراحه، يمكن ما جبتهاش معاك. انا لسه شايفاها وانا بطلع البلاعه. شو كنت حطاها فين؟ جوه هنا. والشنطه كانت هنا جنبي، والشنطه كانت مفتوحه. انا فاكره حتى لو مفتوحه، هو احنا في اتوبيس هنا؟ لو سمحت عايزه المدير المسؤول هنا. الله، انت هتعملي ايه؟ يشوف مين اللي خدها. خير يا هانم؟ نضارة الشمس مش لاقيها، كانت في الشنطه. والشنطه هنا. بالراحه يا هانم، مفيش حاجه، هنلاقيها حالا. يلا بينا يا عمر عشان انا تعبانه قوي. تعالى يا ابني. حاضر حاضر. هنا ولا هنا؟ الحساب لو سمحت. طمني يا هانم، طمني خالص. يا منان مفيش داعي للشوشره. يا ناديه دي كادو غالي عندي قوي. يا هانم اهدي بس من فضلك. لو سمحت محدش يمشي قبل ما الاقي النضاره. يعني ايه؟ حضرتك عايزه تفتشينا؟ يا فندم مفيش حاجه، اتفضل حضرتك. يتفضل ازاي؟ والنضاره؟ يا هانم مش معقول كده، احنا في مكان محترم. اتفضل، اتفضل حضرتك، احنا اسفين. لما نشوف المكان المحترم. عمر، انا ما سرقتش النضاره، صدقني انا ما سرقتهاش. خدت دي ودي سرقت كل الحاجات دي. انا مش عارفه ليه انا خدتهم، مع ان انا مش ناقصني حاجه، عندي كل حاجه، عندي شريس وباروش، عندي ساعات كتير. مش عارفه انا بعمل كده ليه. أنا حرامية؟ أنا حرامية، أنا حرامية. عمر أنا ما أنفعكش، انسى كل الكلام اللي انت قلته. لا يا ريم، لا يا ريم، انا ما اقدرش انساكي. عارفه ليه؟ عشان بحبك. انا بحبك يا ريم. طمن قلبك، أيوة بحبك، واحضن قلبي اللي بيهواك. كل هوايا كل منايا، عمري بحاله أعيش معاك. خلتني أحب في الدنيا بيك، خلتني أشوف بكرة بعينيك. قرب شوية وهات إيديك فيك ديانا.
علي في قلبك ما تخبيش، كل كلامي لك يا غرامي مهما بقول ما بيكفي. خليتني احب الدنيا فيه يا ماشي بكره بعيني يا بيك، خلتنا شوف بكرة بعيني قرب شوية وهات ايديك في ايدي انا. دكتور فخر اتأخرت كده ليه؟ بقى لي ساعة بركي. فين الحالة اللي انت عايز تاخد رأيي في علاجها؟ ريم ريم، انت قلت لها انك دكتور؟ لا طبعا، لو قلت لها هترفض وهتهرب. امال هتعالجها ازاي؟ انا عملت خطة علاج وعايزك تساعدني. ازاي يعني؟ هعالجها بطريقة حديثة بالصدمة. هنسرق. لا يا دكتور، هنسرق كده وكده. يعني يا دكتور كده وكده ازاي؟ يعني احنا هنعمل ان احنا بنسرق وريم تشوفنا تقوم تحس ان الموضوع مش مثير وان في ناس كتير بتسرق، يعني حاجة عادية وبايخة، تقوم تبطل السرقة. ها ايه رأيك؟ رأي رايح الاسم، رايح الاسم. يا دكتور ما تخافش، انا هرتب كل حاجة. المهم عاوزها تحس ان كل الناس بتسرق، بس عايزين نختار حد بقى يقوم بموضوع السرقة. مين؟ مين؟ زي ما قلت لك دي حالة إنسانية وكلنا هنشارك فيها. والسرقة كده وكده طبعا. أستاذ عبد الواحد، حضرتك إيه رأيك؟ هايل. يبقى سجل اسمك. أنا؟ مستحيل، مركز الشركة لا يسمع. عبد المنصف، سجل اسمك. حتى انتوا كمان عايزين تستخدموني يا ناس، حرام عليكم. وعامل لي فيها دكتور وعايزني اسرق؟ هو انا عشان الطويل اللي فيكم؟ هات دي يا طويل، نزل دي يا طويل، ارفع السلم يا طويل، يا ناس حرام عليكم. هو كل حاجه يا طويل يا طويل يا طويل يا طويل. وانت يا دولة تانا رأيك ايه؟ طبعا ده عمل انساني عظيم جدا، بس انا بالنسبة لي ما اقدرش. ليه؟ اصل انا متراقبة. متراقبة؟ ما تورطت في حاجة لا سمح الله. حضرتك عارف ان انا ست وحدانية والناس كلها بيراقبوني، وانا ما اقدرش ما اقدرش. ام سوري، عن اذنكم يا دكاترة. انا معاك في السرقة. يعني اكتب اسمك؟ طبعا، المزيكا كلها عليا. هنعمل جو صاخب، حاجه جامده تكسر الدنيا. سسبنس، اكشن، كله سبعينات. ساوند سيستم متكامل، عربيه تلف حوالين المكان طول وقت السرقه، تعمل لك مود. اكتب ياسر علي خليل ابراهيم الدسوقي، ده اسم الفني علشان الجمهور. طيب يا ياسر، تقدر تروح تظبط الساوند سيستم وانا هتصل بيك. سي يو مان. انا عندي ولد وبنت، ولو اتمسكت مستقبلهم هيضيع. انا بقى خطيبتي عصبيه جدا، ولو اتقفشنا رد فعلها هيبقى صعب جدا. يا ساتر يا ساتر. يا جماعه انتوا مش فاهمين حاجه، دي لعبه. كده وكده يعني؟ مفيش حد هيعرف الحكايه دي غيرنا، وهم ساعتين. وعلى فكره بقى يا طارق، دي حاله انسانيه محتاجه مساعده. اهلا، ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ هنساك هنساك ازاي يا عم؟ ده انا كان بينا عشره. انا محتاج لك قوي عنكم. وانا رقبت يا دكتور، والله رقبتي. عمليه؟ الله اكبر. او كده يا عم؟ قول له كده وكده يعني. كده وكده يعني ايه؟ كده وكده ايه؟ هنلعب مساكه مع بعض ولا ايه؟ لا لا لا، انا عايزك تعدي عليا في العياده بكره بالليل.
والله دكتور بالليل ببقى مش فاضي، انت عارف اليومين دول يعني الاي شيز وبتاعنا، فيعني 7 مساء و7 مساء ممكن برضه يعني يناسب، بكون لسه بسخن. طب قول لي العنوان. وحشني. تخيل ان انا اول مره اجي هنا. معقوله؟ هنا؟ هنا بقى في كل حاجه، عارفه لو قررت تشتري مش هتخرجي من هنا قبل بكره. فعلا هو عايز تفرغ. يلا بينا عشان اتاخرت. بقول ايه؟ ما تيجي بعد بكره نعمله تفرغ ونيجي نشتري شويه حاجات من هنا، اصل انا ناقصني حاجات للبيت وبالمره استغل ذوقك. خليها يوم الاربعاء بعد الظهر، ما عنديش حاجه. الساعه كام؟ يعني خلينا نتكلم. لا عشان اعمل حسابي يعني. 7-8؟ كويس. ساعه بس. اسف جدا معلش. لا ولا يهمك. تحت امرك اي خدمه؟ هو حضرتك؟ انا المدير هنا. المدير هنا؟ برافو. دكتور فخري استاذي ودكتوري. الراجل الكبير دكتور صباح الفل. الاستاذ طارق. ازيك يا استاذ طارق حبيبي؟ استاذ هشام اتش حبيبي برضه. اتفضل. اقعد اقعد. محسوبكوا عنكم. قوم قوم كده دكتور، قول لنا على العمليه عشان القعده تسخن. الموضوع ببساطه اني بعالج مريضه عندي. مريضه مؤاخذه عندها ايه كفلا الشر؟ بتسرق. زميلة يعني؟ الله أكبر. والزميلة دي عندها إيه كفالة شر؟ ما قالك بتسرق، عندها كليبتومينيا، مرض السرقة. سرقت يا دكتور، سرقت. السرقة مرض. أنا ليا واحد صاحبي زي حضرتك كده متنور، قال لي كلمتين مش عايزين يطلعوا من نافوخي. قال لي عنكب أخويا، الحرامية دول إفراز لمجتمع مريض، وإحنا جزء من هذا المجتمع. يعني احنا افراز. خشي في الموضوع يا دكتور. انا هرتب اننا نسرق محل في مول. حلو قوي، الله ينور عليك. ايوه شكينا كده دكتور. والمحل في المول ده خزنته بتعمل كام في اليوم؟ احنا مش هنسرق خزن. امال مؤاخذه هنسرق ايه؟ ملابس داخليه؟ بالظبط، حاجات عاديه وخفيفه يعني. المهم ان احنا نبان بنسرق قدام ريم. كده وكده يعني. اشرح له يا دكتور. الهدف مش الشيء المسروق، الهدف ان احنا نبان بنسرق قدامها. كده وكده يعني؟ يا عم تقف في حته يا عم، سددت نفسنا عن الشغلانه كل شويه كده وكده وكده. ما عرفنا. كمل يا دكتور. وبمجرد ان ريم تشوفنا هتحس بان الموضوع ما فيهوش لا تشويق ولا اثاره. تشويق؟ وانا دوري ايه في التشويق ده؟ يعني انت اللي هتنظم العمليه كلها. وقبل كل ده بقى انا عايزك تتفضل هنا وتشرح لنا الطريقه اللي نسرق بيها، وفي نفس الوقت تكون ايدينا خفيفه. اتفضل. اتفضل. والله انا عانيتوا يعني، فاجئتوني. انما يعني لسه عمال رحيم. الو؟ ايوه. لا احنا اجازه نهايه الاسبوع، الدكتور مسافر. مع السلامه. قبل ما افطمكم على السرقه، في حاجه اسمها قالب بيه السرقه. الو؟ ايوه. ايوه اجازه من نهايه الاسبوع، الدكتور مسافر. مع الف سلامه. السرقه في حد ذاتها سهله. الورطه لو حصل 5 بوليس يا حال. كبسه ايه؟ بقول لك كده وكده. لا لا مؤاخذه، انا قصدي يعني ان انت ما تقبضش عليك وانت متلبس. ازاي ترمي البضاعه في اللحظه المناسبه؟ انا بقول اهو في اللحظه المناسبه لو حصل اي قله قصد. انت ايه يا كايتك؟ خلاص من فضلك، خلاص هدي اعصابك. انت كبير، انت كبير.
ما الموضوع كده مش هينفع يا جدعان. خلاص نروح في حته هاديه. المهم ده بالجايه معرفناش دكتور الحرب العربيه الحرب ضيقه. اتفضل يا دكتور. نيفر مايند اقطع عنك اللي تشوفه يا دكتور. هنا بقى اهدى مكان في مصر. مفيش حاجة يا معلم. الولد سلعاوي اديته حتتين سيرة وساعة ماركة يتصرف لي فيهم. نعم عليهم. صحيح الكلام ده؟ صحيح يا معلم. ما الساعة طلعت مضروبة وحتتين سيرة معرفش اتصرف فيهم. هم معاك؟ معايا. وريهم لي. حاطط دي ريشة؟ اه يا معلم. طب ما هي ماركة وشغالة وزي الفل اهي. دكتور. دكتور. ايوه مستر عمرو. خد دي. شكرا. 500 جنيه. ايوه بس هو قال انها مسروقه. نعم. هو قال انها مضروبه يعني حتى مش شغاله مش ماركه. يعني ايه؟ يعني انا حمار ما بفهمش في الماركات؟ لا انا حمار ما بفهمش في الماركات. سوري انا. طب طالما سوري بقى عايز 600 جنيه. قصدك 500 جنيه؟ 600 جنيه. اه اخلص. 400. هلاقي معاك 200 جنيه. هي الليله سلف ولا ايه؟ سلف. عايز كده مع بعضيكوا بقى كل واحد طلع 500 جنيه. حاضر بس انا ما معيش غير 320 جنيه بس. اتصرف. ممكن يا دكتور حضرتك تصرفني 180 جنيه بعد اذنك؟ وانا اقلل منه 175 جنيه بس. من يمين؟ انا كنت خدت حاجه ادفع ليه. اه لا 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 عندك حق ولا تزعل. ادي الموبايل. انت راجل بركه ما استخسروش فيه. لا متشكل قوي انا معايا الموبايل. خلص. بكام؟ 300 جنيه. طب ما تديني 180 جنيه بتوعي بالبركه. وانا اقلل منه 175 جنيه بس. اتفضل حضرتك. اتفضل 500 جنيه اهو. هات. اوعى كده. في ايه يا كابتن عنكب؟ في عيل صغير كان معاك وراح فين؟ اهو 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 تعالى. انت مالك؟ معاك كام ولا؟ اه معاك كام؟ معايا 13 جنيه. هات. وانت؟ والله انا لسه دافع 500 جنيه حالا. اه صح صح. يعني انت معاكش غير 13 جنيه دول؟ ما معيش الا هم. حقك يا دريشة. يلا الله يبارك لك. مالوني؟ هات مفتاح المخزن. مشوار طويل قوي يا جماعه ولازم النفر منكم يبدا السلم من اول. عندكم انا مثلا يعني خدوني القدوه. بدات من تحت الصفر. اول حاجه بدات بيها لونه الشقق اللي على السلم. اخلعها واخلع. اخلعها واخلع. لا تخلع. تروح فين انت؟ اهو لسه اقول لك على العمليه الثانيه. العمليه الثانيه دوختي فيها الانتربول والانترنت والانتربيو. احنا طبعا تاريخك العظيم ما حدش يقدر ينساه بس يعني عشان الوقت. دكتور لو سمحت ممكن اروح الحمام؟ الحمام؟ اه لا. شوف يا اخ عنكب احنا عاوزينك يعني تختصر كده وتقول لنا الموضوع في كلمتين. ازاي نسرق؟ ازاي يعني تعلمنا حركتين؟ اه Just for example. Yes, yes. بابا علي معنكا. علي معنكا بنحب. ايه ايه يا ليفا في ليلتك القذرة؟ الولد ده متمسك وهو بيشطب على فيلا اللواء. ايه؟ ما قرش على حد فينا؟ لا ابدا. طب روح هنا اتصرف. هتعمل ايه يا معلم؟ اعمل ايه ايه؟ مش شايفني عندي ميتنج؟ روح هنا اتصرف. لا استنى يا جدعان. رنت الموبايل بتاعي. الو. ولا
بطريقه حديثه. تقدر تقول حضرتك كده بالمواجهه، يعني بواجه المريض بمرضه فبتحصل له صدمه وغالبا المريض بيشفى. هايل بجد يا دكتور، انا فخور ان في بلدنا دكاتره متقدمين في العلاج بالشكل ده. يعني افهم من كده ان حضرتك هتساعدنا؟ اي حد يحب يساعدكم. دي المجموعه اللي هتبقى معانا ان شاء الله. اهلا وسهلا. عموما المكان هيكون جاهز لاستقبالكم، وانا هوضب كل حاجه مع الامن. معلش بس في طلب صغير، انا بحتاج اوراق شخصيه لاثبات شخصيه مع طبعا معلش. طبعا طبعا اسف يعني يا جماعه. اتفضل. ايوه معلش يا موزه. ولا يهمك. هو بالنسبه لحضرتك الوظيفه ايه بالظبط؟ ما مكتوب عن حضرتك في الرخصه ولا انت ايه؟ يعني رجل اعمال. معلش يا اعمال ايه بالظبط؟ يعني الحاجات اللي بتتلقى. قصدي اقول لحضرتك رجل اعمال في الادوات الكهربائيه. ايوان ادوات كهربائيه تخصص لنا. وطبعا الحكايه كلها كده وكده. دكتور انت ظبطت على انهي يوم؟ انا بستاذنك لو يوم الاربعاء الساعه 8. الاربعاء يعني انا افضل تخليها الخميس، يعني افضل نهايه اسبوع ويك اند والدنيا بتبقى زحمه عندنا، عشان كمان الموضوع يبقى طبيعي اكتر. متشكرين جدا. عفوا. ليه؟ نورت. مع السلامه. نورت. متشكر قوي. مع السلامه دكتور. مع السلامه. السلام عليكم. لا تنسى اخيك عنك. عزيني الناس مالكم ومال الناس. بقول لك ايه، اسمع الكلام اللي انا هقوله لك ده وافهمه كويس. سامح يا معلم، في عمليه كده. الله النبي. تسيح. عنبك ايه؟ اسمع وانت ساكت. في عمليه كده انا هشارك فيها كده وكده. يعني ايه ده مواجهه كده وكده؟ بص يا ابني، انا وعدت الدكتور عمر ان انا بقى انسان مصري جديد، يعني انا هبطل سرقه. انت اللي هتكون في السرقه. محل فخم والسرقه بالاتفاق مع المدير. براحه معلمي، انا مش فاهم حاجة. لا بقول لك ايه، فتح مخك معايا، متبقاش بقى مش مطلوب منك غير انك تلقط الحاجات الرفيعة والغالية في ذات الوقت، يعني امر ولاعة، امر برفان، امر محمول. ها؟ وما تخافش لا من كاميرات ولا من امن، احنا موظفين كل حاجة معاهم. مستحيل، مش طبيعي، هو اكيد مش طبيعي. لا بس يا عم فين؟
حرامي، الراجل ده حرامي. انا شفته بيسرق علبة كريم ومكن حياها. عيب يا استاذ، كريم ايه اللي بتتكلم عنه؟ طلع اللي جاب الشكلات ده، طلع اهو ظهر الشراب. خلاص ايه ده، انا ما عملتش حاجه، انا مش حرامي. لا حرامي. الله الله، احنا مالنا؟ انت بيقولوا الراجل ده مش انا. ايه يا جدعان، احنا متحوطين كده ليه؟ دلوقتي هتعرف لما تشوفوا صوركم على الشاشه وانتوا بتسرقوا. صورونا؟ انا كمان شفتهم وهما بيسرقوا. انا عمر، انا مش قلت لك ان هما كانوا بيسرقوا؟ ايوه كانوا بيسرقوا. لا ده كده وكده، الدكتور عمر هو اللي قال لنا نسرق. الحاجه يا دكتور، قول لهم خطه. خطه تبدا الصايب بلاغي. الله، احنا بنعمل خطه عشان نعالج ريم، عشان نعملها صدمه وتخف. سعاده الامن الست دي يا الحراميه، ما تقول لها دكتور. دكتور؟ انت دكتور؟ طب الطرق والكباري وعلاقتنا وانا بتضحك عليا؟ لا يا ريم، انا ما كنتش بضحك عليك، انا بحبك، بحبك بجد والله العظيم بحبك. انا بس كنت مستني فتره العلاج، ساعتها بقى كان هيبقى من حقي ان انا عارف. انت مش من حقك اي حاجه، انت مش من حقك اي حاجه. استني بس دي ريم. ريم تعالى يا عصابه. الله يخرب بيتك. ولاد كنت حاسس. المفرات اللي جايبين نعمل عشان تحقيق صحفي. Yes. لا انا عايز مفراتك اكتر. لا نضارة، لا بص انا مع نص جنيه العب تاني. اقعد. الله، انا بعت اجيب المتهمين عشان تتعرف عليهم. تحت امرك يا فندم. صفولة باشا. بس يا ابني انت اهو، ارجع ورا. هم دول يا فندم. الله اكبر. هوني سليمان، هوني سليمان. انا مش سبق وقلت لحضرتك الكلام ده قبل كده؟ مش عايز صوت. استاذ مهاب، تعرف الاساتذه؟ هم دول اللي سرقونا والكاميرات صورتهم. يعني حضرتك بتتهمهم بسرقه نص مليون جنيه؟ ايوه. ايه نص مليون جنيه؟ ايه، احنا اتفقنا معاك على سرقه حاجات بسيطه، شرابات وولعات، مكان حلاقه، برفانات، ساعات مبروبه. بس قلت مش عايز صوت. الاساتذه بيقولوا انهم اتفقوا معاك على السرقه، الكلام ده حصل؟ انا يا فندم، انا اتفق على سرقه مكان انا مسؤول عنه. طب ازاي؟ مستحيل طبعا. يعني انت مصر على انهم سرقوا النص مليون جنيه؟ ايوه طبعا، والكاميرا دليل واضح. يا فندم مش صحيح. يا استاذ مهاب ارجوك افتكر اتفقنا، احنا ملناش دعوه بالنص مليون جنيه. افتكر، ابوس ايدك كانت ودينا في داهيه. سيادتك تؤمرني بحاجه تانية؟ تمضلنا بس على اقوالك وتسيب عنوانك اللي انت متواجد فيه، يمكن نحتاجك. اوي يا فندم. اتفضل. قررنا حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد في الميعاد. الله يخرب بيتك يا عمر. أخوخي يا عمر، نص مليون جنيه، نص مليون جنيه يا دكتور. كنت قولي وأنا وضبها لك.
تضحك عليا انا؟ عنك اتلعب معايا اللعبه دي؟ كله الا الخيانه، الا الخيانه. اوعى ايدك، اوعى اوعى تكون فاكر انك هتضحك عليهم بالكلمتين دول. انت اللي وضبت كل حاجه وجبت ليفا كمان عشان يساعدك. المدير والامن بيساعدوا فيها، يبقى فاضل ايه؟ في النهايه لو حصل اي حاجه الناس دي هي اللي هتشيلها. لا مش هينفع تاكلنا الاونطه تاني، مش هينفع. ومحدش غيرك اللي عملها. لا وانا بعبطي ساعدتك، بعبطي ساعدته. مش هتفلت المره دي عنكب، مش هتفلت عنكب. انا بقول لك مش هتفلت. استاذن سيادتكم الافراج عن المتهمين بضمان محل اقامتهم، حيث ان لهم محل اقامه ثابت ومعلوم، وان تعذر اخلاء سبيلهم فبضمان مالي. يخلى سبيل المتهمين المذكور اسماءهم من سراي النيابه بعد دفع كفاله وقدرها 5,000 جنيه لكل منهم، ما لم يكن احدهم مطلوبا او محبوسا على ذمة قضايا اخرى. وديها 5,000 بيني وبينك لو ما اديناش الحرامي يبقى التهمه لا تنام. دي كارثه، ده انا كده هترفض بالشغل. اطمئنوا، في بعد الحكم طاعه الاستئناف. الحل الوحيد اللي قدامنا دلوقتي يا فخري بيه ان احنا لازم نمسك الحرامي ده بسرعه. انا اول مره حد يضحك عليا، اول مره. مارسه بالميت هشام. هشام دافيا، انت عرفتيني دلوقتي؟ بس عرفت سبب تاخيرك في موضوع الشقه. مامي كان عندها حق لما قالت لي ان اكيد في حاجه، بس عمري ما كنت اتخيل انك حرامي. انا ازاي فكرت كده؟ مش ده السبب؟ السبب ان انا بخاف من التشكيل عصابي كمان. الراجل ده حرامي، حرامي. كلم له بليز. بدتك اهي. انا مش عايزه اشوفك ولا اسمعك. بس انا بقى عايزه اسمعك. يمكن لما تتكلم مفيش اي مبرر يخليك تعمل فيا كده. ازاي تحطني في موقف زي ده؟ اللي يقول يا عيني دي مريضه، واللي يقول دي بنت ناس يا حرام. وفي لحظه بقيت انت الدكتور وبقيت انا الحاله، وانت بقى عايز تنده. انا اسفه يا دكتور، المره دي مش هينفع. عن اذنك. لو الكلام اللي انت بتقوليه ده هو اللي انت حاساه، يبقى انا ما عنديش حاجه اقولها. سليم، انا الدكتور فخري استاذ عمر، اسمحي لي. انا مش هقول لك عمر مش غلطان، لا صدقيني هو عمل كل ده علشانك انت، عشان بيحبك، وبسبب مشاعره دي احنا كلنا وقفنا معاه لغايه لما اهو هنروح في 60 داهيه. ريم، عمر محتاجك جنبه، وقفي معاه لو كنت بتحبيه. دي تليفوناتي، كلميني لو حبيتي، نزليني لو سمحتي عشان اخدك. أنا آسف يا دكتور، أنا السبب في الورطة اللي أنت فيها. بس أنا كنت حاسس إن ريم هتخف، كنت عايزها تخف. مش ريم بس، لا هشام وطارق كمان، كل واحد عنده مشكلة. كنت فاكر إنهم لما ينشغلوا بمشكلة حد تاني هينسوا مشاكلهم، أو حتى على الأقل حجمها هيقل. ودي كانت بداية لطريق العلاج، صدقني يا دكتور، ده اللي أنا درسته وكان نفسي أنجح فيه. صدقك يا عمر، كلنا مصدقينك. يلا يا جماعة اقعدوا، بلاش نضيع وقت، اعمل لنا شاي يا سعيد. حضرتك عايزين نشوف هنعمل ايه. طب ما يا جماعة يعني كده عشان نبدأ مع بعض على ما بيضة. قلت لكم أمان عندي فلوسك يا دكتور. ساعتك يا عنك. متشكرين. فلوسك يا دكتور. وادي يا سيدي الموبايل. طب يا عم واحد. لا وانا هنساكوا برضه.
فلوسك فلوسك خد دول رزق وقت العقوه بقى. طبعا بعد انكار مهاب الحكايه بقت واضحه هو اللي وراها. انا مش قادر اتخيل الراجل ده ضحك علينا ازاي. بس لو في دليل اكيد قطع اوراقنا الشخصيه اللي كانت معاه. الراجل ده بالسهل على فكره. ما تيجي نراقبه يمكن نوصل لدليل. كلامك صح عمر، انت مش معانا ولا ايه؟ الدليل ايه هو يا دكتور؟ الكاميرات اللي في المكان اللي صورتنا واحنا بنسرق اكيد صورت الاتفاق اللي كان بيننا وبين مهاب. لو قدرنا نجيب الشريط اللي فيه الاتفاق مهاب كده راح السجن، لان انكاره هيبقى دليل ادانته. صح مظبوط. طب يبقى يلا دلوقتي احنا لسه هنستنى. واحده واحده احنا نقسم نفسنا، مجموعه تطلع على المول ومجموعه تراقب مهاب. عنك ابو سعيد يروح له بيته، هشام وطارق وراه في اي حته يروحها، انا والدكتور فخري على المول. يلا بينا. لا 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 الشاي الشاي لا خد فلوسك ويلا. كنت جبت كمان من ايه؟ الاسم يا غشيم. طب استناني. شعبان لا ابو اخذ بيا اجيب لحضرتك تاكسي. لا خليك راح ارك العربيه في المطار، عندي كم مشوار كده هعمله قبل ما اسافر. تروح وتيجي بالسلامه. بقول لك ايه، خد بالك من الشقه. ها حاضر ما واصلكش. تروح وتيجي بالسلامه. امس ربنا يعطينا. السلام عليكم. الف سلامه. الو ايوه انا مهاب طالع على المطار بس عامل شويه مشاوير الاول. مسافر؟ ايوه دكتور. الو طب وطارق وهشام وراه؟ كلنا وراه، طارق وهشام وانا. اسمك ايه يا ولد؟ سعيد. ومعانا ابراهيم كمان يا باشا. ايه سافر؟ لا بس هيعمل مشاوير بعدين هيطلع على المطار. لازم نلحقه قبل ما يسافر ان شاء الله. بس خش انت يمين. لا لا شمال. لا 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 يمين 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 اهو. لا 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 شمال. لا يمين. طب شمال. مهاب زق مني مش عارف اعمل ايه. بص بقى احنا هنروح نستناه في المطار يا نروح لدكتور عمر على المول. انت فين؟ انا في الاسم محجوز وحضرت الضابط مش عايز يصدقني. بسرعة يا ريم. صدقني يا حضرت الضابط لو كلامي طلع بالصحيح زود الحكم اللي هتدهوني 5 سنين. انت هتبقزش على الحكومة بتزود من عندك كمان. طيب عشان خاطرك 2 شهر كمان خدوه.
انا خفيت. بتعملي ايه هنا؟ مش هيسافر. هو مين ده اللي مش هيسافر؟ دي اخر مره والله هسرق فيها. والله انا خلاص كفيت. خلاص بقى. ما رجلك؟ لا بسيطه، بس عربيه والله بجري وراه من اول البلد. لقيت العربية بتاعت الطويل طويل دوالك عليك مش عايز اموت هوبليس كيس.